هذه الحلقة برعاية ورحمة الله وبركاته. يا أهلا مرحبا فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجنا الشبابي المنوع 7 على 7 على شاشة تلفزيون البحرين كل يوم الساعة 10 مساء بتوقيت المملكة. في كل أحد نطل عليكم في حلقة خاصة بالرياضيين، نشوف الجانب الآخر لهم، نتحداهم في ألعاب غير عن لعبتهم، ونشوف حتى مهاراتهم في المطبخ. أسبوعيا يأتيكم هذا البرنامج برعاية ليتس بادل، ومعنا اليوم ضيف رياضي جديد يلقب بالزلزال، بنخوض معاه تحديات جديدة ومختلفة، فخلونا نروح نتعرف على ضيفنا ونستقبله في الاستوديو. الرجل الذهبية لمملكة البحرين في كأس الخليج. روح 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 ما عليك، كون صاحب قرار وإبداء مشورة بالنسبة إلى اللاعب وبالنسبة إلى المدرب. يعني ليش جيت ما أدري، خليته بروحه يتحدى روحه. إن شاء الله لا، إن شاء الله لا، يعني نفس الكرات طرها؟ على مر الأيام والتاريخ، إلا أن اسم محمد الرميحي سيظل محفوراً في عقل كل مواطن ومسطراً في تاريخ رياضة كرة القدم في مملكة البحرين. محمد الرميحي لاعب فريق الرفاع، تولع بالرياضة بعمر 7 سنوات، صاحب الهدف الأخير في بطولة كأس الخليج 24، مهاجم عنيد وشرس، دائماً يلعب تحت الضغط، لقبه جمهور الحد بالزلزال، يعشق الفوز في كل لعبة يلعبها. الرجل الذهبية لمملكة البحرين في كأس الخليج، لاعب من نخبة المهاجمين، مثل أغلب أندية الدوري وما زال يقدم الكثير. محمد سعد الرميحي اسم تردد على مسامع العديد من محبي الكرة البحرينية، وكان أيقونة الانتصار في نهائي كأس الخليج أمام السعودية، والتي تحققت بلمسة تاريخية منه. لعب في العديد من الأندية المحلية ونال على جائزة أفضل لاعب في الدوري، بالإضافة إلى جائزة الهداف، كما أنه مثل المنتخب في العديد من المحافل الكروية. على مر الأيام والتاريخ، إلا أن اسم محمد الرميحي سيظل محفورا في عقل كل مواطن ومسطرا في تاريخ رياضة كرة القدم في مملكة البحرين. إذن مشاهدينا تعرفنا لضيفنا لهذه الحلقة، لاعب نادي رفاع لكرة القدم محمد سعد الرميحي. يا أهلا ومرحبا فيك في الاستوديو، حياك الله. أهلا وسهلا.
انا عاده دائما اصاحب وروح حق الضيف. السلام عليكم. اهلا وسهلا. هلا مليون. تفضل كابتن. تفضل. اهلا وسهلا. شلونك؟ الحمد لله بخير. معنويات عاليه ان شاء الله. مستعد حق حلقه اليوم ان شاء الله؟ لا ليش ما قلت لي؟ ما ادري يمكن لان انت متعود تقول ما ادري يمكن ما اعرف وبعدين تفاجئ. احب المفاجآت. تحب المفاجآت. انا لاحظت انك تحب المفاجآت. زين. البرنامج كان فيه عدد من التحديات. كان عندنا 4 تحديات خارجيه وعندنا تحدي واحد في المطبخ وهو تحدي ايضا عليه نقاط. ما ادري اخبرك ولا ما اخبرك انه عليه 5 نقاط. ان شاء الله الخمسه ماخذينها. عقب ما تطبخ بذوق الطبخه اذا زينه بتحصل 5 نقاط على النقاط اللي ما شاء الله تبارك الرحمن جمعتهم. راح نشوفهم خلال حلقه اليوم. اذا اداء كبير ورجولي من لاعبي الاحمر العالمي في منافسات بطوله كاس العالم لكره اليد. نبي نشوف مزيد من التفاصيل في تقرير الزميل احمد محمد ونرجع نعلق. امانه يعني لاعب اليد اذا كان يعني يشعر ان الاصابه تحتاج علاج يتابع، وهذا يعتبر جزء من ثقافة اللاعب واهتمامه يعني بشخصه وبنفسه اللي هي تنصب ترى في مصلحة الفريق. من ميزات لاعبين كرة اليد عندنا يعني خاصة في المنتخب وفي البحرين روح التضحية والقتالية عندهم كلش مرتفعة. زين. وأنا شفت يعني من خلال خبرتي المتواضعة مع المنتخب وخلال عملي في الأندية وفي بطولات خارجية بعد تحديدا. زين. ثقافة ومحبة اللعب والتضحية لأجل الفريق يعني لا توصف. أنا معاي اليوم أخوي أخصائي علاج طبيعي إسحاقي ومعاي أخصائي المساج الرياضي عماد الصالح. أمانة يعني قاعدين يقدمون مستوى وعطاء يعني صعب أن واحد يوصفه، وكل الشكر أقدمه إليهم نيابة يعني عن نفسي وعن أفراد الفريق كامل. من الضروري يعني احنا الكادر الطبي مثلا المساج ولا العلاج الطبيعي، خاصة المساج مثلا بعد المباريات عشان الريكفر، عشان يرجع اللاعب يعطيك مثلا مباراة ثانية حكم ضغط المباريات واليوم تلعب وباسر تريح واللي عقبه تلعب بيوم وترك، يعني من الأولويات اللي هو الريكفر المساج عشان استشفاء اللاعب ويرجع يعطيك لو 80% من الباور اللي عنده. هدفنا هني وجودنا والسبب الرئيسي ليش العياده مفتوحه من اول ما نصحى لوقت النوم عشان نخفف اللود على اللاعبين ونحاول كثر ما نقدر انهم يكونون جاهزين ومستعدين لخوض المباريات. طبعا انت يعني موجود على اساس تكون صاحب قرار وابداء مشوره بالنسبه الى اللاعب وبالنسبه الى المدرب، يعني هذا على اساس انت تحدد مدى حدة الإصابة. في طبعاً إصابات ممكن أن اللاعب يستمر ويلعب وما فيها أي قلق. لا، في إصابات ساعات تستدعي إيقاف اللاعب أو استبدال اللاعب لضمان سلامة اللاعب وهي مصلحة الفريق في النهاية. طبعا لازم نتطمن على لاعبينا في السويد ونشوف اخبارهم واحوالهم ونفسيتهم واستعداداتهم لمباراتهم امام بلجيكا. معانا من هناك من السويد الاعلامي احمد محمد زميلنا. يا هلا ومرحبا فيك احمد. يا هلا مرحبا فيك بدر، مرحبا بمشاهدين برنامج سبعات. اهلا وسهلا احمد. طبعا كلمنا عن منتخب اليد، اخر المستجدات خلال تواجدكم معاهم. منتخب اليد طبعا يعني محسود اللي يكون معاهم دائما في اي بطوله لان منتخب مشرف تضحيه كبيره. صحيح. في 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 كل اثناء البطوله المنتخب اليوم منتخب اليد كان افضل رقم له او افضل رنك عالمي له هو المركز 20 في بطولات كاس العالم. نعم. اليوم منتخبنا ضمن انه هو يلعب على او يصنف من المركز 12 حتى 16. حتى بعد خسارته في مباراة اليوم أمام مصر. مصر. اليوم نعم. المنتخب قدم مباراة كبيرة أمام منتخب مصر مريم. نعم. شفنا تضحيات من العديد من اللاعبين.
اللي الجدير بالذكر مريم ان المنتخب ينقصه 5 عناصر اساسيه مو متواجدين في هالبطوله. نعم. وفي هالبطوله ايضا خسر خدمات حسن السماهيجي في هالمباراه، لاعب من افضل لاعبين المنتخب من الاعبده الرئيسيه في الدفاع مركز 2 والهجوم في الجناح. نعم. لكن الشباب قدموا مستوى كبير امام منتخب مصر، ومنتخب مصر يعتبر من المنتخبات الكبيره حاليا في العالم بالضبط. في كره اليد بالضبط. ولكن امامنا فرصه امام بلجيكا، شلون استعدادات اللاعبين نفسياتهم لهذه المباراه؟ امامنا فرصه مريم امام كرواتيا. كرواتيا نعم، كرواتيا في اخر مباريات المجموعه. نعم. في حال فوزنا على كرواتيا راح يصنف منتخبنا من المركز التاسع حتى 12 على مستوى العالم. نعم. شباب جاهزين، شباب على تم الاستعداد ان هم يقدمون كل ما يملكونه لاجل البحر. نعم اكيد، يعني احنا تابعناهم وشفنا الصراحه حبهم للبحرين وان هم يبون يرجعون بانجاز مو بس مشاركه في بطوله، ولكن احنا لاحظنا احمد يعني من خلال المباريات اللي خضناها لاعبينا ما شاء الله عليهم هادئين في الملعب، على العكس من اللاعبين الآخرين من المنتخبات الثانية. يعني المنتخب الأمريكي واحد عض صياد وواحد ما أدري شنو سوى، يعني إيش فيهم؟ شنو قاعد يصير هناك؟ الصياد يمكن كتب مقولة أو كتب كلمة بعد. نعم. مباراة أمريكا إنه يمكن دم الصياد كان عسل، كان يبي يذوق اللاعب. يبون يذوقون دم العسل. شبابنا قاعدين يقدمون مستوى كبير مريم، خصوصا ان في 4 أو 5 لاعبين متواجدين في هالمنتخب سبق لهم تواجد في اول بطوله عالم ايضا كانت صحيح. في السويد عام 2011. صحيح. نعم. الثقافه اللي يمتلكونها اللاعبين امثال محمد عبد الحسين، محمد ميرزا، زين الصياد، علي ميرزا، يمتلكون ثقافه جدا كبيره اليوم وصلتهم لمرحله احترافيه. نعم. كبيره، ويمكن اليوم ذي الجيل الجديد محسود انه متواجد معاه هاللاعبين اللي يمتلكون عقليه كبيره، عقليه احترافيه اليوم. صحيح. مريم اذا تتواجدين، انا متواجد حاليا في الفندق حاليا مع اخصائي المساج عماد وايضا لاعبنا. نعم. محمد ميرزا وايضا مصور علي الحلواتي داخل الحجره. نعم. العقليه الكبيره اللي قبل المباراه، شنو الروتين، شنو الاشياء اللي قاعدين يسوونها، وقت التجمعات، وقت يعني في اشياء خاصه باللاعبين، في طقوس خاصه يسوونها قبل المباريات. جو اكيد طبعا جميل للاعبين كره اليد، والثقافه اللي وصلوا لها المرحله الاحترافيه وصلوا مرحله جدا مميزه. احنا نتمنى لهم اكيد التوفيق في مشوارهم، ودائما مشرفينا صراحه. شكرا لك احمد. شكرا 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 محمد. يعني احنا تابعنا يمكن هالاسبوعين وايد منافسات، عندنا كاس الخليج وايضا مشاركتنا في كاس العالم يعني لكره اليد. خلينا نتكلم بالتحديد بما أننا كلمنا أحمد عن لاعبينا في اللي موجودين الآن في السويد، شلون شفت أدائهم البطولي صراحة في هذه الفترة؟ هل تابعتهم صراحة؟ اليوم شفت المباراة ضد مصر، صراحة منتخب يعني يرفع الرأس. صحيح. يعني قاعد يقارعون منتخبات عندها عدد سكان كبير. صح. واحنا دوله صغيره، فاللي شفته في المباراه يعني ضد مصر شيء كبير الصراحه. في لحظه من المباراه لو كان عندنا تركيز شوي كنا بنرجع على منتخب مصر. كانت النتيجه 18-11. صح. 18-11 كانت النتيجه. وكنت اشوف المباراه، فرجعنا بسرعه في المباراه. لو كنا شوي مركزين في كم فاست بريك كان بناخذ المباراه، لكن اهنيهم على هالمستوى اللي يرفع الراس صراحه. صحيح. يعني احنا شفنا ايضا التقرير اللي طرشه لنا احمد عن العلاج الطبيعي، الاستشفاء، هذه الامور اللي قبل المباراه وبعد المباراه اكيد مهمه بالنسبه للاعب. اكيد اكيد هاي الامور لازم تساعدك انت في الاستشفاء. لان اذا لاعبين اليد عندهم مباراه يوم وترك، فيحتاجون انهم يهتمون في روحهم في هذه الفتره البسيطه. صح. يحتاجون ريكفري، يحتاجون المساج، يحتاجون الثلج، كل هاي الامور تساعدهم في المباريات القادمه. يعني صحيح. يعني احنا الحين المفروض نبدا بالتحدي اللي هو تحدي الطبخ، فايش رايك شوي نتحرك ونروح هناك المطبخ نشوف الطبخه اللي قرر الكابتن انه هو يسويها لنا ويحصل على ال5 نقاط. الأسبوع الماضي عبد الرحمن غالي سوى لنا سويت البستوق الخفيف وسوى فوضى. دريم ريب.
وايد سوى فوضى في الوسط الرياضي، فنبي نشوف الحين سويتك اليوم هل راح يسوي فوضى ولا ان شاء الله. انا اللي عارفه ان انت ما تدش المطبخ صراحه. اي هاي اول مره تدش المطبخ في تاريخك؟ واخر مره. واخر مره شو دعوه، انا قلت بشجعك يعني انك تدش المطبخ. ان شاء الله. اليوم شنو طبختنا بالضبط؟ شعريه. شعريه فيها شنو المقادير؟ مقادير تشيستين شعرية وزبدة غير مملحة. اوكي، اذا مملحة ما يصير. لا ما يصير، لازم مملحة. لازم غير مملحة وحليب مركز. اوكي، الحليب المحلى. اي بتحطه كله هني وبعدين بتكاوره ولا بتصفه ولا بتسوي؟ لا بصفه بصفه. ما ادري انت كيفك، انت بطريقتك. بحاول اني انجح. تبي الحين نبتدي؟ اي نشوف طبعا الشعرية وعندنا الزبد والحليب المحلى. افتح لك ال تعرف كوت بطل هذه. أيه. اول مره ادش مطبخ. لا ما يعرف يبطل اللي ما اللي ما قداش مطبخ. بس سخن هذه. هو معروف. انا بيكم تشوفون التقرير، شوفوا التقرير لما هو حين يجهز، شوفوا هو شلون كله يقول ما قط ما عارف يمكن اول مره واخر مره. احنا انا بشوف التقرير وارجع بشوف هاي اول مره ولا بعد. لا انا احب الجوكر. تحب الجوكر؟ يلا نشوف التقرير ونشوف بالتحديد تحدي التسلق. تسلق يلا ونرجع. تحدي التسلق هو أصعب التحديات والتحديات الأربع اللي موجودة في البرنامج، موجودين أسبوعياً في يبينا بالتحديد في منطقة الليوان. راح نشوف الحين الرميحي شنو راح يسوي في هذا التحدي، خصوصاً أن الرميحي دايماً يقول أنا أول مرة أجرب، أول مرة أجرب، عمري ما تسلقت، تسلقت ولا ما تسلقت. أحين بنشوف قد تسلقت من قبل؟ لا والله. دايماً الجواب لا والله. وتتوقع وين توصل؟ أحاول النص. انت لازم توصل للنهاية، اذا وصلت للنهاية في اقل من دقيقة بتحصل 10 نقاط، اذا وصلت في اكثر من دقيقة 5 نقاط، اذا ما وصلت خير شر صفر، وانت اكيد تحتاج كل نقطة. ان شاء الله. السعر؟ ان شاء الله. مو قد تسلقت ولا شيء؟ ولا ما حتى جبل دخان وركبت وتنزل؟ 10 نقاط، يلا. بتقدر؟ ان شاء الله. بتقدر اكيد. اقدر. جاهزين؟ يلا. روح 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 معلي. أيوة ممتاز. حلو كابتن. ممتاز كابتن، وصل الكابتن، شكله بيحقق العشر نقاط. ومثل ما قال دائما بيفاجئني بالتحديات، وبالفعل بالفعل وصل. بعد شوي كابتن. ايوه ايوه كابتن، بعد 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 روح. اخر واحده اخر واحده. ممتاز كابتن، تقريبا وصل الى القمه في دقيقه وثلاث ثواني. تعال صرف. شلون حلو شلون شعور؟ بلع يعنين. عجيب، لكنك تسلق في ازيد من دقيقه، لكنك راح تحصل خمس نقاط في هذا التحدي. حلو حلو. جود جوب. شفنا تحدي التسلق وشفنا ان الكابتن قدر انه هو يصعد الى القمه، شلون كان التحدي كابتن؟ والله بالنسبه حق اول مره اتوقع نجحت فيه. نجحت أنا اكيد توقعت، بس هل هو اول مره؟ اي والله اول مره. تاكد؟ اي والله. زين عقبه ثاني يوم شلون عضلاتك؟ لا اوكي اوكي يعني. اوكي رياضي صح ان شاء الله. لأن انا كل مره اتسلق يبي لي يومين ريكفري. لا انا كل يوم من عمري 7 سنوات في الرياضه فالامور طبيعي. هذه يمكن الامور اللي ساعدتك. أيوة. في التحديات. أيوة. لانك رياضي. أيوة. فعضلاتك قويه حق جاهزه جاهزه حق الامور. تمام زين نبدا الحين. سخنت ال نبي نشوف السخن.
اثنين بطل. اثنين هم بنستعملها؟ ايه بس ما بدهم. حلو. ايوه سوينا شو اسمه؟ لازم نكسرها. اوكي نكسرها عدل. زين انت ما قدرت شيء مطبخ، من علمك الطبخه؟ لا تشوف خواتي يسوونها لي. لا تشوف اشوف خواتي، هاي لعباتنا ذي في البيت. اذا هم قاعدين يتابعونا الف تحيه. يعني انت قلت لهم ان عندي تحدي وعلمك الطريقه؟ اي بس ما جربت يعني. التجربه الحين اون اير. اي اول مره ان شاء الله تنجح. اوكي فهو كسر الشعريه كلش نتفينا كلش صغار صغار صغار. اي الحين كسرها صغار بعد زياده شوي بس والله صدق صارة وصار. اي انا ما قد مره سويت شعريه. ليش السهله ما سويها؟ بعجبك صدق؟ نشوف يعني تحصل 5 بوينتس هنا مره العيد. اذا نجحت في كل شيء. كل شيء نجحت انت. ان شاء الله بنجح فيها. ان شاء الله بتنجح فيها. نشوف مهاراته خارج الملعب. اخاف ان خواتي يقولوا لي سوي لنا. اي اكيد هذه المشكله. اكيد اذا ويانا احد على الخط ناخذ اتصال. الو يا مرحبا. اهلا وسهلا. يا مرحبا. هلا كابتن شلونك؟ الله يسلمك اخبارك؟ تمام الحمد لله. عرفت من ويانا ولا لا؟ اي من الصوت عرفت. من؟ محمد الطيب. محمد الطيب يا اهلا ومرحبا فيك. سعد. هلا هلا حبيبنا ابو علي. الله يستر ابو علي شو بيصير. الله يستر يا ابو علي شو بيصير الحين. شو مسوي يا ابو سعد؟ شعريه ان شاء الله. شعريه؟ ايه. شلون هو في الطباخ؟ ابو سعد الشيء اللي عندنا نحطك انت بس. شو نحط؟ الشيف اللي عندنا في المطعم. الشيف اللي عندنا ونجيبك جونجو يسوي لنا ما دام يعرف يسوي تويت. ها انتم مع بعض في المطعم؟ ايه شريكي. في كل شيء في كل شيء. زين هو الحين عنده مطعم وياك ما يعرف يطبخ ما دش مطبخ شلون؟ ما يدل المطبخ. شلون يعني؟ ما ادري والله شلون عرف يسوي الشعريه؟ الحين احنا بنشوف السويت هو من 3 مكونات يعني هو ما تعب روحه بعد. سهل. يوم 3 مكونات. يعني ما يبي يسوي اشياء بس هو في تكنيك. المفروض ان الشعريه لازم ما تنحرق. صح صح صح. ايه 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 عندنا السويت مو بزايد. لا 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 اقبطوك انت بتشوفين 5 نقاط بالراحه بتي. انا ما احب سويت زايد. اذا سويت زايد ما بتحصل 5 نقاط. لا ان شاء الله ترى ابو سعد بكل شيء لازم يفوز. كل شيء ما شاء الله عليه عنده روح التحدي اللي ما يبي احد يغلبه. ما حد يغلبه هذا شيء وايد مهم. بس هاي الشيء يمكن ينقلب عليه سلبي. لا 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 ها. هو مرد فايز. مرد فايز هو زعيم البرنامج في كل شيء. ايوه والله الشريك انها قاعده تسوي عصيده. ها السالفه. لا لا صبري لازم تصير قامجه. لا زين شلون تسوي قامجه كذي الحين؟ هو دافي دافي قاعد احس بعلي. ان شاء الله مربطها. ان شاء الله مربطها نسويها زينه. بعلي انتم تبون سويت حق المطعم وانا لا تقولوا لي ساو كذي عارف. هذا هو السويت. تعرف ان احنا قاعد ندور. هذا هو هاي السويت تسموه الرميحي ديزرت. لا لا انا شايل اسمي بس مسوي سلطه على اسمي. شو اسمها سلطه؟ سلطه الزلزال. زلزال زلزال. زلزال. شو مكونات سلطه الزلزال؟ ما يعرف مكوناتها بعد. ما يعرف مكوناتها سلطه. اذا ما جاوب بنشيلها. ما يعرف. اكو سالته ما يعرف. بس سيلر عندنا. بس سيلر وما تعرف شو مكوناتها؟ باسمي يعني. هو اللي خلاها باسمي. كابتن شنو فيها السلطه ذي؟ لان الرميحين بعرف. الرميح خلي اقول لك علقت المكونين منهم. هذه عشان نحط لها. شلون؟ خليني اعطيك مكونين من اللي بالسلطه بس بنعتبرها. خيار. خيار. ايه. ايه. بصل.
ما فيها بصل. انت بعد ماش قصص يا مصطفى. بعد ماش اخوك بعد. محمد كمل اي شيء يقول. انتوا رابع من زمان كابتن؟ اي ابو سعد رجعت عمر ابو سعد. اخوي ذي يعني. كنتوا مع بعض المدرسة يعني؟ لا هو اكبر مني بسنة. بس صار شلون من لا صبر شوي يعني من عداوة انقلبت سبحان الله. اي والله احب هالسوالف. اي والله السالفه شلون يعني من عداوة؟ كنت مو داني. لا مو موداني. انا اعرف يعني هو لاعب. هو يعني ما شاء الله عليه صغير كان كابتن منتخبات الفئات السنيه كله كابتن هو. فكان معروف يعني هو محمد الطايب. هو اكبر مني بسنه. عاد مرة كان في دورة قل لهم شخصيتك انت وانت صغير شنو قل لهم. انا شيطان. انزين عاد يعني كانت في دورة دورة البيبسي ولا سنة كم تقريبا 2006 قديمة هي قديمة 2005 يمكن. المهم فاختلافنا فيها هني في هاي الدورة ومشيت الايام. شلون اختلافتوا؟ يعني انه صار موقف كذي تلاقينا. اي تلاقينا شوي. شنو الموقف؟ لا ما اقدر اقول لك كل شيء بالضبط. يا كابتن اللي في التليفون بتقول لهم قول لي طيب صبري شوي. لا 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 موقف عادي يعني. ايه عادي يعني. هو حين حسسني شنو لا موقف عادي يعني بس انه لا هو كانت شخصيته انه يعني نبي توش اي احد. محمد هو صغير شخصيته كذي ما بيتوجه اي احد. الحين كبر وعجال وخلاص خلص موضوع خلاص. انزين عقبها عقبها رحنا منتخب الاولمبي ويا بعض. هاي 2010 ومن 2010 والحمد لله انا هاي اخوي يعني اسراري شيء متضايق من الدنيا بتاعت الدنيا اخوي ذي يعني وايد حلو قدامه ورا يعني. زين اذا تلعب في كل شيء في كل شيء شريكي في كل شيء ها؟ ايوه والله. يعني بصير اغنى منه لو ما يصير يعني نحصل نحصله ويا بعض. ما يعني بصير اغنى منك. اوه بصير اغنى منك ترى لانها حاطه في راسها. انا غني بمعرفته. لا يستاهل. ايوه الحين يبدا الرميحي ويبدا حماني غادي كلهم سووا لك سويت. شلون دخلتيهم المطبخ؟ كلها ابي اشوف سويتاتهم شنو يسوون؟ شلون دخلتيهم الشخصيات المطبخ؟ لازم يدشون المطبخ بعد ما يصير ان هم بس لاعبين لازم تشوف شنو يسوون؟ يعني ما يصير محمد وعبد الرحمن اثنينهم ما يصير يدشون المطبخ بعد هذي اذا ما بفاجئك كل مره بجيب لكم احد ما قدش المطبخ. زين كابتن شلون الرميحي في البليارد؟ في البليارد والله ما ادري. هو ترى محمد يعني ما يلعب وايد اشياء بس يعرف يفوز فيهم. شلون ما ادري. يعرف يفوز فيهم بس ما يلعب شلون؟ انا بعد ما اعرف. انا قلت يمكن اعرف منك انت السر. لا والله ما يلعب بس العب وياه يغلب. شلون ما ادري هو ما يدري. سبحان الله. يا ماشي وياه قاعد تمشي في لعبه. هو بيني وبينك قبل كل طاقه يقول بسم الله. لا لا انا الحين بصدمك صراحه براويك تحديات هو كله قال لي اول مره يجربها. ايه زين سالي عن البادل. زين بادل يلعب ولا ما يلعب؟ لا بادل بتاعي يخاف على ريله ما يلعب. صح هو قال كذي. بعد شنو سوينا تحدي؟ بلياردو. هو ترى كل يوم وياي بولينج. يلعب بولينج يعرف يعرف بقوه على بوله فول حصى. لا بتشوف التحدي. لا لا عيل وايد بتستمتع في التحديات. هو شلون فويس يوم كلهم يقول هاي صدق الحكي ولا شنو؟ الحين بنشوف. خليك ويانا كابتن ونتابع الحين تحدي البليارد. شكرا لك كابتن محمد الطيب على تواجدك معنا وهذا الاتصال. نروح نشوف التحدي لما انت تخلص ميكسينج ان شاء الله. يلا نشوف تحدي البليارد ونرجع. الله على الكسره كابتن. فنان محترف في البلياردو بعد ولا شنو؟ العب شوي تلعب شوي ولا بعد تنويم مغناطيسي من حركاتك الحلوه؟ هذه شوي العب.
إنزين الحين إحنا نظامنا غير، أنت كسرت كسرتك جدا جميلة، ولكن إحنا في برنامجنا 7 على 7 عندنا 7 كور، فمعناته عندك 7 فرص أو 7 أسئلة إذا أنت ما إذا أنت ما كونت. فأنا راح أحط لك عند كل كونة كرة، يعني مو وايد سهل بسألك لأنك محترف. مو محترف؟ ركز علينا. وعندك السودة عليها 10 نقاط، أي وقت تسجلها راح تحصل 10 نقاط. تمام؟ عند كم كرة في على الطاولة؟ 7 عدل؟ أوكي. أهم شيء مثل ما أقول لك أذكرك إن إحنا علشان الكاميرات خلنا نحاول نسجل من ذي الأنجل. تمام؟ كل كرة راح تسجلها لك بوينت، ولكن إذا ما سجلت راح أسألك سؤال. أوكي. أنا أختار أي كرة أبتدي فيها؟ ما عندك مشكلة، ما فيها قانون، تقدر تبتدي الحين. حلو. طبعا نحب نشكر مركز البحرين للبليارد على هالصالة الحلوة العودة اللي فاتحينها لنا بالتحديد علشان تحدياتنا. ممتاز. شكلي ما بسأله شيء، ليش جيت ما ادري، فخليته بروحه يتحدى روحه. ما شاء الله عليه الرميحي، يعني في هاليومين اكتشفت وايد اشياء عنه ما شاء الله. امشي اسأل روحي؟ لا 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 بالصدفة. لا بالصدفة، كلها بالصدفة، كلها وهو بالصدفة. شكله ما رقد يومين يتمرن. العلامة الكاملة؟ شلون؟ روح روح عليه. انت تعرف ان انا بعد ما قلت لك انت تحب التحدي، احنا حلقاتنا كلهم في ترتيب، فاحنا في نهاية الموسم راح نشوف من هو زعيم هاي النسخة من 7 على 7. شكلك انت الزعيم على الزعامة. حياك. عندك السودة وعندك الزرقاء. ما خلوني ألعب، ما خلوني ألعب. هو العشر نقاط ما ضغطت. ما شاء الله. ما شاء الله عليك فنان. ما بنتكلم عن الجيم، خلينا نتكلم عنه في الاستوديو. خلنا نروح الاستوديو. طبعا تحدي البليارد رميحي ما خلاني العب، حتى كره واحده ما خلتني اطق. قلت لك انا محظوظ. يمكن مو بمحظوظ، انت اذا حطيت شيء في راسك تسوي 100%. تبي تفوز يعني تبي تفوز. أيوة. بس ذاك اليوم كنت تقول ما بخليها تلعب. لا ما اعطيتك تشانس العب. ما اتوقع انا ما حاطه مكياج ومسوي شعري لوكيشن. شنو الاسئله؟ شنو معلق؟ شنو كانت الاسئله؟ اسئله كذي يعني مثلا انت عصبي، اذا مثلا صادك هالموقف شنو تسوي، يعني اشياء كذي طلع الجانب الاخر منك. أوكي. ما خليتنا نطلع، بس في فقرات هني ان شاء الله ان شاء الله نقدر نطلع. نقدر نحط. زين الحين صارت غامجه بنيه، طبعا هو براضي من ساعه بحط الزبد لانه ما في وقت، بس مو براضي الا لين صارت غامجه. الظاهر موصينا في البيت انه يعني لازم تصير غامجه. الحين نحطهم، قصصناهم صغار. زين ليش قصصناهم صغار؟ ليش مو كلها مره عشان يتوزع وايد دقيق. وايد هذه الصح. شفت شلون؟ انه يستوي كذي. الله. كلهم كلهم يا بعض. ايوه. يا سلام. احس بيصير حلو الصراحه. بيطلع فان ها؟ احس. تحس. اي ان شاء الله. طباخ. لا والله. لعب بلياد، لعب بادل، لعب بولينج، كومبو، كل شيء. تكنيكه تكنيك طباخ، صح. صح شغله شغل طباخ. اول ما قال لي وين القفاز؟ لا تابعت الحلقه مالتكم اللي طافت. رجعت رجعت. رجعت. اوكي. الله. الريحه الصراحه وايد حلوه ان شاء الله. اي انا قاعد احس من شيء. زين الحين شنو تبي؟ المحلى متى؟ المحلى احنا بس نخلي نذوب الزبده
بالزبدة تماسك ال لازم تذوب عدل عدل. ثلاث مكونات فقط، شعيرية، زبدة، وحليب محلى. هذه السويت يعني معروف فيها انا دي كلها ودي حق يعني الاندية اللي العب فيها. من يسوي عدلك؟ خواتي. اوكي. عندي اخت وايد يعني في هالسالفة ما شاء الله عليها فنانة. شو اسمها؟ أودي أقول اسمها. إيه أودي اسمها سميرة. أهلاً وسهلاً بسميرة. أم محمد. هي اللي علمتك يعني. إيه قبل ما يتصل لها أكيد أنا المكونات. متقصين عليه. أبي أخذ البطولة أنا. اللون. والله حماسك عجيب كابتن. زي يعني أنت من صغير تأكل هاي الطبخة؟ هذه طبختي المفضلة. خلاص الحين نبنج. عادة الشباب وايد يسوون هاي الطبخة. إيه. بس يلوم عليك سهلة بالنسبة لهم. ها زين مش كثر؟ كامل كله؟ ايوه بل بمبمحر بتمحرني بعد انت كله؟ ايه زين الصبيان يحبون الشيرة انا ما احب الشيرة زين ما تبين خلاص ما بيشيرة وايد والله بس خلاص زين خلاص تمحرني اسوي رياضة الصبح وانت في الليل تخرب البرنامج كله بس عاد اذا تعودت عليها مشكلة اذا تعودت عليها بس بتصل فيك كابتن زين اذا ما نسيت اذا ما نسيت ثلاث مكونات وين ضابط احس بس شكلها لذيذ الصراحه هو زين انتوا الحين ربي الصحن خلاص بتنشب اي خلاص جهزت بينشب مجبوس زين هني this is good this is fine اوكي خلاص الحين بس الحار يبي لنا مال المقبل والله اختي شكلها عرض لها شكلها احلى من اللي تسويها لا انا احس كذي زين هاي خمس نقاط في المخبة هاي خمس نقاط في المخبة مو على كيفك انا اللي بقول زين اذوق الحين ولا نشوف التحدي يلا نخلص زين خلاص خلاص بالاثنين ايه باثنين احسن ولا كذي ايوه هاي نحط ثلاجه بعد لا 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 ما في ثلاجه حالات حار حالات حار يقول لكم حالات حار اوكي يعني الحين اذوق ولا عقب التقرير انت شو تقول لا عادي اوكي شوي تم لا ما في مشكله الحين اوكي الحين الحين بس حار عاد ان شاء الله انجح اذا احترق لساني بس وش اسمه اكيد ما في خمس نقاط لا اتوقع زينه اتوقع وايد زينه اتوقع وايد زينه اتوقع انزين نشوف الحين الطبخه شنو اسمها شعيريه حلا الشعيريه برعايه الكابتن ايوه من الزبده زبد حليب محلى عاد انت ناجحين يعني لازم يكون لحظة خلنا عشان ما احترق اثنين زبد لا قضل ذوق وياي خمس نقاط للكابتن صدق والله شوف ها أحلى من يسويها أم محمد والله نفس الطريقة الصراحة نفس الطعم قلت لك نزلها في جانجو والله حلوة حصل الخمس نقاط في هذا التحدي خلنا نشوف تحدي البادل مع راعينا ليتس بادل ونشوف شو اللي صار وننتقل لفقرة ثانية هذه الحلقة برعاية من ليتس بادل راعي حلقتنا نطلع عليكم من جديد وتحدي البادل مع لاعب منتخبنا الوطني محمد الرميحي اللي راح يلعب برفقة لاعب المنتخب الوطني للبادل حسن القطان أنا راح يرافقني في المباراة لاعب المنتخب الوطني يوسف القائد يعني راح نكسر راسهم يلا
ما يحصدم بلعب الحلو. شوية تركيز لازم يركز على الكوار. حاولنا ان نفوز عليهم بس يعني ما شاء الله الكابتن محمد قاعد يلعب زين اشوفه. الطرفين لعبوا وايد زين. انا صراحه زمرت يعني هذه التحديات اللي معك صدق كانت حلوه بس انا ما فزت في ولا شيء في البادل ولا شوط. يوسف القائد بعد ما شالني ما شالني شو السالفه كابتن؟ قلت لك انا في كل لعبه ابي افوز بس هذه بس هاي السالفه انت انضغطتي انضغط اي خاصه في البولينج وايد انضغط لعبة ينقل لك السفتي تركب لي سفتي علشان تروح الكره عدله شو نسوي ولا تغير بالنا بس هو يعني الحلو صراحه كابتن انه يعني كل اسبوع انا اسجل تحديات مع لاعب وايد استمتع ان اشوف الجانب الاخر منكم شخصيتكم شلون يعني تعاملون مع الالعاب الثانيه قوتكم في وين انت قوي في وين اشوفك ضعيف هل انت تشوف عندك نقاط ضعف يعني في الالعاب اللي لا غير اللعب انت كانسان كشخصيه لا كشخصيه انا مو خجول وانا احب اجرب يعني تحب تجرب الاشياء الجديده اي مره جربت لعبه في تايلاند البانكينج جامب دي ماريس بانجي جامبينج اي حطيت من وين واو وكنا ثلاثه لازم واحد يضحي له هو اللي هو البدايه فانا قلت لهم انا ورحت تحسفت اني رحت ليش؟ انها كانت يعني تجربه ما بتعيدها اي اكيد ما بتعيدها صح يعني انا نفسك ممكن انط واسوي اي شيء بس بانجي جامبينج تعرف السحبه ذي اللي عقب اي اللي تولي احس ان هاي تندم عليها وايد عقب أي من ناحيه الظهر العمود الفقري تفر الراس بعد اي يعني لما تتم تفتر كذي بو بس عقبها قررت ما تسوي سويتها مرتين سويتها مرتين نطيت مرتين في نفس اليوم لك مرتين آه بس نطيت الاوليه بروحي ثاني نطيت يا رفيجي شجعت صديقك اي حلو ممتاز يعني تحب اجرب الاشياء الصعبه اي وايد تستمتع فيها اي حلو زين الحين هل تبون كرسي الاعتراف اسئله الجمهور احنا حطينا كان شفت البوست حطينا اسال الرميحين جاتنا الكثير من الاسئله صراحه احنا ما بنقدر نغطيها كلها في البرنامج اخترنا اقوى الاسئله الموجوده راح نبدا معك بصراحة طبعاً لأن هم هاي الأسئلة منهم إليك أنت ليس أنا أنت فأنت عطهم الجواب لأن هاي هي فرصتهم إنهم ما يحصلون منك الأجواء إن شاء الله نبدأ إذن السؤال الأول يقول شنو الرياضة اللي تفضلها عقب كرة القدم؟
أنا أحب كل الرياضات يعني السلة والطائرة واليد أتابع. بس اللي تيعجب يعني بالقدم. بالقدم السلة. كرة السلة. تحب يعني تلعب سلة. أتابع. أتابع سلة. أتابع وايد مباريات. سؤالك الثاني يقول لو خيروك تدرب في نادي أوروبي أو لا تتدرب في نادي أوروبي أي نادي تختار؟ تشيلسي. تشيلسي تشيلساوي. اي بح ختموا الحلقه يلا بسرعه يلا نمشي. سؤالك الثالث تعرضت لانتقادات كثيره في اخر فتره، كيف اثرت على مستواك وشخصيتك سواء داخل الملعب او خارج الملعب؟ اعتقد الانتقاد جزء من اللعبه، فانا صح. انا كلاعب لازم ان انا يعني اتاقلم ويا هذا الشيء واتقبل الانتقاد مثل ما تبي تتقبل المدح، الانتقاد بعد تقبله بالضبط. فأنا يعني يوم كنت صغير أول بدايتي في الفريق الأول شوي كان يزعلني ذي الشيء، بس الحين خلاص خذيت إنه خبرة وخذيت إنه الأشياء أصلح أو إنه أحولها حق أشياء إيجابية. صحيح. إذن من أفضل مدرب مر عليك في الأندية والمنتخب؟ عندك في الأندية وفي المنتخب يعني عندك اثنين. مالي خاصة للجمهور قايلين. أنا والله يعني أقدر أذكر زين اثنين ثلاثة. اثنين عندك الأندية ومنتخب. لا لا في الأندية. أندية. أندية يعني صراحة الكل ما قصر وياي واستفدت منه، بس في اثنين يعني اللي وايد ليل يوم يتواصلون سبحان الله. أو أمس مكلمني كلمة كابتن سلمان شريدة. نوجه له ألف تحية. نعم. أمس متصلي. يعني. واحد هو رقم واحد عندي. نعم. وابو تركي محمد الشملان. محمد الشملان اكيد اسماء غنيه عن التعريف. أوكي. والمنتخب منتخب اكيد سوزا. سوزا اكيد. من اشتغل على تكوين الرميحي منذ الصغر؟ طبعا انا بديت كلاعب يد نادي ام الحسن، ما شافتني حركي و شيطان شوي قالت خلنا ودي يد، قالت خلنا ودي يعني يلعب رياضة يفرق الطاقة في الرياضة. وكنت ألعب سبحان الله ألعب زين يعني في القدم تقسيمات في الفريق كذي، وشافني واحد ما يحضرني اسمه كويتي كان بس إداري في نادي محرق. فقال حق خالي هو جنسيته كويتي ولا بيت كويتي؟ لا جنسيته كويتي. جنسيته كويتي في المحرق. في المحرق كان إداري، فقال حق خالي أبي أودي النادي محرق. وداني نادي محرق وبس بديت مشواري ألعب يد وغدم. صادوني بس خلوني في الغدم. وأنت كنت مرحب بأن تلعب لعبتين؟ لا لا ما يصير. تفضل لعب. لازم أصلاً لعبة. لازم لعبة. طيب من أفضل مراوغ بالنسبة لك؟ بحريني ولا؟ الاثنين إذا تبي بحريني أو عالمي. مراوغ؟ على مستوى التاريخ البحرين والله في لاعبين وايد صراحة. واحد ما بيزعلون الباقي. أي واحد يجي في بالك؟ حمد سالمين. نعم. عالمي تبي تقول عالمي؟ عالمي أنا ما أحبه بس هو أفضل مراوغ. من؟ ميسي. ميسي. ما تحبه بس أنت تحب كريستيانو. لا يعني أنا أحب رونالدو البرازيلي. إنزين اقتراحك أو اقتراحك لتطوير كرة القدم في البحرين؟ أول شيء لازم يكون لاعب مفرق محترف. اي انه يطبق الاحتراف. صح الاحتراف لازم ان اللاعب مفرق. نعم. عقود حق جميع اللاعبين. صح. تمارين صبح عصر. منشآت منشآت رياضية ملاعب، هاي الأشياء كلها تواجهك حق الاحتراف. اكيد. شنو شعورك يوم سجلت جول في نهائي خليجي 24؟ كنت يعني مضغوط في هالمباراة دي في البطولة كلها، كنت أدي زين بس ما سجل، فكنت مضغوط وانفجرت يعني سبحان الله. الله أعطاني فرحتي في آخر مباراة. نعم. فكانت من أسعد يعني صح. أوقات أذكر استقبلتكم هني عقب مع الكاس في الاستوديو، كانت فرحة جداً كبيرة يعني ذي اليوم ما حد ينسى، لا كبير لا صغير، الكل يتذكر هذا اليوم والكل يتذكر هاي الحلقة يوم لاعبين المنتخب كلهم يا وداخل الاستوديو. كرابزنكو عطوك سنة قباقب. إيه بس أنا مو بأكيل.
ما كلت سنه كان حولت عليه سطل لما تبي انا مو باكل يعني مو بال فما كلت سنه قباقه وبيتنا كل يوم يقولوا لي خذ خذ وانا استحي انا صراحه الاشياء اللي حصلتها استحي نعم. اروح يعني ما ادري شلون فراح عليك سطل راح علي يلا زينه يعوضونا اوكي الحين يمكن يشوفونا يردون يكلمونا مره ثانيه يعطونا شيء ثاني يعني صارت عندها الحين شيء هي بياكل الحين زين نشوف الحين اخر تحدي تحدي البولينج ونشوف شنو فيه وننتقل لاخر فقره كمين وشلون اطقهم تنتينه بحاول اطق ذي من على جنب كذي على جنب بحاول يعني يلا حلو فيلم في الوسط دونت جيف اب اوكي لا تستسلم لا ما نستسلم هاي الكمين الصجي شويه احم هاي بالحاض انت ما قلت بالحاض هاي بعد مالتي اللي بالحاض الكمين دي سويتي لي ها هذه مالتي اللي بالحاض وقفت في اللي في الاكل فيه باخذ نفس الكره نفس الكره ما بقى اي ممتاز شكلك ما تحب ما احب اخسر ولا لعبه مستحيل ما بتغلبيني ان شاء الله اوكي لا شوف ما قلت هاي الوين الصجي هاي الصجي هاي مريم الصجي هاي الصجي اوت حسارتك مو بس اخدم هذه الكوره او ان عينك حاره اتوقع الثانيه او ان تقريت علي على السريع واو لا فنان لا فنان لا اللمسة صح تونا كنا في الكويت لا ثمان يا نادي ولعبنا طلعت الأخير الحمد لله صج ماشي وياي ماشي وياي انا يمكن اخر بنهايه البرنامج انا بس الثقه بتنعدم ايوه الحين تبي تروح هناك زين صدقوني انا طبعا الحين انا مسوي سترايك مع حصه فايق لي يا سلام يا سلام شكرا هاي كمين تسوي لي كذي وكذي ما اعرف السالفه عصف قولاع شكرا ثانك يو كاملي خاين مشجع لا هذه محايد قاعد ادعي انها اوت الصراحه قاعد تدعي فمن شي انا خايف والله اشوي اوت ما شيك ذي روحي من اكو جمهوري ما جمهوري لا لان شافوا اللعب الحلو والله أنا أحس لا ماشي وياي الصراحة يلعب زين ولا ماشي وياه؟ منتخب البولينج والبادل لا أنا أتوقع لا ماشي وياي وايد مرايك الصراحة شلون أبدل أنا الكرة؟ ثقيلة واحدة شوي لا 12 ذي ترى مو ثقيلة إي 12 كيلو يمكن الكرة غلط يا
اذا تفلتين كذي تروح صح اذا تفلتين كذي تروح يلا حصلنا مدرب بولينج انا اخذت ضربه ليلي حلو 122 اعتقد انه زين سلام الحمد لله انا ما علمتك تعلمت اخر شيء الحمد لله يلا اللي عقبك بتروح عليه راحت عليه بس رايك من البدايه صيد يا صيد كذب يا صيد كذب صيد صيد الحمد لله علمتك بعد ليش بعد ليش ركزي في هذا ان شاء الله كابتن يا سلام زين ما تبلش لو انت كنت تصيدين كذي مساعد ايه تمام النتيجه على الاقل احسن بس 63 بس بصور صور خلصنا احنا جيم صور علي واحنا بنشوفكم في الاستوديو شفنا تحدي البولينج كان الكابتن متألق فيه وأيضا كان مدرب بالنسبة لي صراحة في البداية كان يخليني أخربط بعدين اكتشف نقاط ضعفي وعلمني صح لا يعني كنت أشوف الغلط وسوكت أبي أفرق عنك شوي أبي تطلبيني وأنا عبالي إنك تعلمتني وذي وقلت أوه لا علمتك حق الضيوف حق الجايين إيه راحت عليهم اوكي احنا عقب ما نخلص هاي الفقره بنشوف جدول الترتيب بنشوف عبد الرحمن غالي كم بوينت سجل وانت كم بوينت وبنشوف من الاول لحد الان ومثل ما قلنا لنهايه الموسم اللي هو قبل رمضان بنعرف من هو زعيم هذه النسخه من 7-7 اليوم الرياضي. الحين احنا وصلنا هاي الفقره مع وضد راح اسالك عدد من الاسئله ما احتاج عليهم الاجابات غير تحط ضد او مع نشوف فيها شنو رايك في بعض الامور والمواضيع اللي مو شرط تكون خاصه بالكره او شيء شخصي ممكن تكون اي شيء عام. نبدا جاهز؟ جاهز يلا نبدا السؤال الاول مع او ضد الخوف الزايد من الحسد؟ ضد؟ انا بعد ضد وياك. ثاني سؤال مع أو ضد التدخل في شجار بين اثنين أو حوار حاد بينهم؟ مع أنا ضد أنا ما أحب أتدخل في أحد. أقول لك أنا ليش؟ قول ليش؟ ساعات إيه وساعات لا لكن يمكن يعتمد على الشخص. إيه يعني ساعات إن الواحد ذي مو على الاثنين فيصلح بينهم. إنه تصلح بينهم بس لازم يكون يمكن هاي الشخص قريب منك يمكن إذا رحت حق اثنين يعني. ما تعرفهم وفي خلاف يقول لك يا إيش دخلك أنت ما يدخل. طيب نشوف السؤال الثالث مع أو ضد السفر للسياحة كل سنة؟ أنا مع أبي أسافر كل سنة 3 مرات 4 مرات أنا ضد أكيد لأن الرجال دائما ما يبون يسافرون النسوان لا بس انا نفسي ما عندي وقت حتى اسافر بروحي بس سافروا مع المنتخب تسافروا يعني تشوفون ذي زوجتك وعيالك وبيتك واهلك مو لازم يسافرون صح؟ هاي ما يعتبر انه سافره ويا المنتخب هاي حاكره تروح تشوف الطبيعه لا ما نروح سياحه ترى ايش دعوه ما يطلعونكم تروحون تشوفون اذا يطلعون ما فينا شده نطلع ما فيكم اي صبح وعصر تمارين يعطونك يوم فري هاي اليوم انت بتريح فيه تبي تعرف فما تحس انك سافرت حتى لو ودوك ديره حلوه لا بلا بس يعني مو بسياحيه يعني مو بسفره سياحيه زين بتسافر بيتكم سفره سياحيه اي ان شاء الله ان شاء الله متى شهر كم ان شاء الله في الاوف سيزون ان شاء الله شهر كم عشان الحين تسمعنا وتسجل شهر 7 سفرها وياي تالي اسافر بروحي اوه ليش مره تبي تروح تايلاند بانجي جامبينج؟ لا 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 ما بروح تايلاند ما برايح؟ خلاص؟ خلت تأجل تايلاند ايش فيها تايلاند؟ مال الكوفيد هي الحين قاعدة ترجع صح صح انزين
مع أو ضد اقتناء حيوان أليف في البيت؟ مع 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 ضد؟ أكره شيء عند الحيوان. ليش؟ أخاف من القطاوة. الله يبين القطاوة قطوي وكلبي وكل. لا يعني مو بخاف أشرد، ما أحب يجيسوني. لا وعش أبدك؟ لا يعني. تشمئز؟ ما أحب يعني. ليش ما تحب؟ ما أحب. حلوة من الحيوانات. ما أحب صراحة. لا. لا. يعني كلش ما صار عندك حيوان من كنت صغير لين الحين؟ بيت في البيت. طيور. طيور. أنا حين ولدي كذي شوف القطاوة يلاحقهم. زين الحين يبي قطة وبيلك. كات هي كات. أنا أشرد أنا ما يبي يروح لهم. زين إذا يقولك الحين نكبر وأقول لك أبي قطة ولا أبي كلب في البيت. يسكن بروحه ويأخذ له قطاوة يعيش يوم. جديد. نشوف زين سؤالي بعده. مع ضد إذا عصبت تكسر اللي قدامك. لا. وحش يعني. لا. ضد. ما تبي تنحسين. مع يعني ذو بعد محتارة لازم أكسر شيء. يعني لا حد يسمع كلامي بس يعني في واحد. أنا كل واحد يعبر عن مشاعره. أنا عصبي وايد. بس يعني خوف من. طلع حارتك زين في شنو؟ الحين فتحوا لنا مطاعم تكسر الصحون. اي عندكم اشياء. في يعني اكثر من تجربه. صارخ انا بس. صارخ بعد. بس. صوت يعني. يعني اخاف يعني الهواش مو زين صراحه، تخاف الواحد تصيده طقه غلط. شو يسوى عليك؟ لحظه غضب تضيع روحك. ليش؟ صح. فانا صح يعني، انت الغلط. انت صح، تايه كل واحد ورايه. قناعته. اي كل واحد ورايه. تبي مكسر. اي كذي يعني فايت سيده. مع ضد انسان يكذب عليك علشان يسعدك. ضد 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 صادق هلا موقف. انا اكره شيء عندي الكذب كل حالاته. وعلشان يسعدك تخيل كذبه بيضة سودة ما في كذبه بس ما احب. صادق شيء موقف اثر فيك وايد؟ صدق مواقف يعني بس ما انه كذب. اي ما احب انا الكذب. تشمونه كذبه بيضة؟ لا لا ما يعني بيضة لا سودة لا صوصية. كذبه يعني كذبه. كذبه مهما كانت صغيره. اكيد. اوكي. مع أو ضد احتراف رياضة ثانية؟ مع أنا بعد نو عادي يعني. إيه عادي هاي الشيء. بس أنت حالياً تقول إنه ما تحب تخلط أي. علشان مثلاً الإصابات إنه ما يصيدك شيء. بس تركيز حتى ما تركيز. ما يمنعنك. إيه يعني لين وقفت أروح رياضة ثانية إذا يصير وصحتي تسمح لي ليش لا؟ أوكي. مع أو ضد الدخول إلى بيت مسكون من باب المغامرة. يعني شو هالمغامرة الباص جاء؟ المغامرة أصبح روحي دش فيني الجام. حتى بيت الرعب. بيت الرعب. الدش. الدش. سأخرعونك الهواء. دشيت في أيام السيف. إيه إيه إيه. أحن مو موجود ده المكان. متى ما رح السيف ما وجه الصراحة. أوكي. نشوف السؤال. مع أو ضد السقوط شنو تجربة السقوط من أعلى الطائرة؟ هذه أنت سويتها مع بي هذي بسويها اللي في دبي اللي سكاي دايفينج. سكاي دايفينج والله مع مو بض شو اسمه يعني ايه. مو خاطرة لا يعني وياك واحد بس إذا ما تبطل البراشوت باي باي. لا وياك واحد وإذا ما تبطل براشوته أنا وهو نموت بس خلاص مع السلامة باي باي. آخر سؤال مع أو ضد تجربة رياضة غير رياضتك مع أنت جربت ما شاء الله أربع رياضات غير رياضتك. أنا وردي لعبت يد يوم صغير فأعرف كرة اليد. الطائرة أنا ألعب يعني في الدوام يسوون لنا برامج ساعات في السلة ألعب في المدرسة هاي لاعبين السلة كلهم وياي في المدرسة كلهم ها؟ لا يعني الجيل يعني أحمد عزيز عندنا وعد لاعب في المنام اسمه حسين يعني في ثلاث أربع لاعبين كانوا كلهم معك كلهم وياي صراحه منتخب السله احنا منتخب القدم. زين الفقره ذي حلوة خفيفه زين نشوف الحين النتائج ايش رايك الحين نشوف النتائج ونشوف نتيجه نبدا بنتيجه الكابتن عبد الرحمن غالي حصل على 60 نقطه في الاسبوع الاول من البرنامج اما محمد الرميحي ف 87 نقطه إذن جدول الترتيب راح يكون لحد الآن محمد الرميحي في المركز الأول وعبد الرحمن غالي في المركز الثاني. هل تحس إن إحنا سوينا التحديات والنقاط
راح يضيف وايد حق البرنامج. اي والله بسوي لنا مشكله مشاكل لا بتصير. أيوة بيبتدون يتدربون واللي بيتسلى واللي ما ادري ايش بيسوي بيذبحون روحهم. حماني غالي الحين بكلمه الصراحه بقول هارد لك هارد لك عدل لانه هو صار اول واحد ما اعرف ما اعرف لانه بيصير شيء لو بتبينه لو تبينه مره ثانيه بيكون نتائجه احسن اكيد. يعني هو انا اعطيته افضليه ترى هو التسلق ما قدر يتسلق ولانه كان اول لاعب عندنا فاعطيته لعبه في مجاله وسجل نقاط. زين كم هاي 87 من كم؟ توتال البوينتس؟ والله ما اعرف كم توتال النقاط، كم توتال النقاط؟ كم؟ 100؟ 100؟ من 100؟ ظلمتوني ليش 87؟ ليش ظلم؟ هو الحين بيحاكي الفار وما ادري ايش بيسوي. الفار بعد لازم انا حقي لانه نقاطي مقصوصة من نقاطك. اه اوكي اوكي. يعني اذا انت جبت 80 مثلا في البولينج انا جبت 40، 40 تروح منك. زين حطيها على روحك. شنو فائدتي؟ ما بي ما بي حطيها على روحك ما بيها يطوفني. بحط الحين تعلمني. على مطعمي. انت عزمنا اكيد؟ اي اكيد. خلاص الجروب كله. كامل. طاقم العمل بس كله. بس بشرط انا الاول اتم. هذه حاجة ما يغششونك عقب ينقصون نقاط. احنا وصلنا الى الختام. فرصة جدا سعيدة كابتن ان تكون معنا في الاستوديو، استمتعنا وايد معك. اتمنى ان الجمهور ايضا شاف الجانب الاخر لمحمد الرميحي. كثير من عشاق لك صراحة، انا ولدي من 14 سنة عند محمد الرميحي شيء كبير جدا، كان وايد زعلان ان انت ما كنت مع المنتخب. وايد ناس وياتنا وايد اسئلة انت ليش ما كنت مع المنتخب، ولكن اتوقع انت جاوبتها في اكثر من لقاء. فاحنا وصلنا الى الختام. شكرا جزيلا لك. اشكرك انا على هالبرنامج وان شاء الله اكون انا خفيف، يعني صرت خفيف عليكم على في البرنامج المشاهدين. نعم. واتمنى لكم التوفيق في برنامجكم ان شاء الله. شكرا. ان شاء الله ما حد يطوفني في النقاط. ان شاء الله ما حد يطوفك في النقاط. شكرا لك كابتن، نشوفك على خير بتوفيق في القادم ان شاء الله. شكرا كابتن. وصلنا معاكم مشاهدينا على الختام، نلقاكم الاحد القادم مع كابتن جديد في رياضة مختلفة. مع السلامة. هذه الحلقة برعاية